بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بيان مجلس البحوث والدراسات الشرعية بشأن دخول رمضان المبارك لعام 1438 هجرية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد اطلع مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء على التقارير المقدمة إليه من الفريق المكلف برصد الأهلة والمراصد والمناظير الفلكية التابع لدار الإفتاء، وحيث إنه ثبتت رؤية هلال أو رؤية الهلال هذه الليلة داخل البلاد وخارجها في بعض الدول العربية والإسلامية، فقد قرر المجلس أن يوم غد السبت الموافق للسابع والعشرين من الشهر الخامس لعام 2017 هو أول أيام شهر رمضان المبارك للعام الهجري 1438، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمي عليكم الشهر فعدوا 30، وفي رواية: فأكملوا عدة شعبان 30، متفق عليه. وبهذه المناسبة الكريمة يهنئ مجلس البحوث الشعب الليبي الكريم والأمة الإسلامية بقدوم الشهر المبارك، داعين الله تبارك وتعالى أن يتقبل الصيام والقيام، وأن يهله علينا وعلى بلاد المسلمين بالأمن والأمان والنصر والتمكين، وأن يتقبل من قتل نصرة للحق وإعلاء لكلمة الله والشرع والدين، أن يتقبله في الشهداء الأبرار، ويعوض أهليهم وأحبتهم وأمهاتهم وزوجاتهم خيرا، وأن يشفي الجرحى ويخفف آلامهم، ويغفر لنا ويرحمنا وجميع المسلمين، إنه رحيم ودود. كما نسأله تعالى أن يجنب هذه الأمة الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجمع على الحق كلمتها، وأن يولي عليها من يسير فيها على نهج كتاب ربها وهدي نبيها صلى الله عليه وسلم، وأن يهدي ضالها إلى صراطه المستقيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بالحب تلقاك البدور.